منظمات المجتمع المدني بعمران تطالب بوقف ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية. موظفو وزارة النفط ينقلون فعالياتهم الاحتياجية إلى أمام منزل رئيس الجمهورية. أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام بكل خير في نشرة 7:30 من قناة سهيل الفضائية، نحييكم أهلا وسهلا بكم. أطلقت عدد من المنظمات المدنية والحقوقية بمحافظة عمران نداء عاجلا حول الوضع الكارثي الذي تعيشه محافظة عمران بسبب استمرار العمليات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المحافظة. واستنكر البيان الصمت الرسمي والشعبي تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده مدينة عمران والمناطق المجاورة نتيجة الحصار المستمر الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المدينة والقصف المتواصل للكثير من المناطق. منظمات المجتمع المدني طالبت الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية وحماية المواطنين من الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي في قرى ومديريات عمران. نقل موظفي النفط فعالياتهم الاحتياجية إلى أمام منزل رئيس الجمهورية بعد يوم واحد من الاعتداء عليهم بالرصاص الحي أمام مبنى الوزارة. وناشد المحتجون الرئيس هادي بسرعة الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة والقانونية. وطلب المحتجون بإقالة الفاسدين من الوزارة وصرف مستحقاتهم المالية والحوافز الشهرية المتأخرة. بمشاركة مجموعة من المختصين نظم مجلس شباب الثورة السلمية اليوم بصنعاء حلقة نقاشية تحت عنوان أزمة المياه التحديات والفرص. وقدم وكيل وزارة المياه والبيئة توفيق الشرجبي ورقة عمل تناول فيها مصادر المياه في اليمن واستخداماته وآثار المشكلة المائية مع وضع تصورات ورؤى مستقبلية لحل هذه المشكلة. أقام المنتدى العالمي للوسطية اليوم بصنعاء ورشة عمل حول دور الخطباء والمرشدات في تعزيز الوسطية والتعايش في المجتمع. وتناولت الورشة مفهوم التعايش والاعتراف بالآخر ومحاولة التخفيف من التطرف والعودة إلى وسطية الإسلام في قبول الجميع. تهدف هذه الورشة طبعا لتعزيز قيم التعايش والوسطية في المجتمع، ولهذا استدعينا جميع مكوني المدارس والمذاهب الفكرية الثقافية الإسلامية، دعونا سلفيين، دعونا حوثيين، دعونا إصلاحيين، دعونا وزارة الأوقاف. استهدفنا خطباء المساجد لأنهم رقم حقيقي في توعية المجتمع، ولا زال المسجد هو الرقم الفاعل في توعية المجتمع. ولهذا إن لم يصنع التعايش خطباء المساجد فمن سيصنعه؟ منابر المساجد ليست الإثارة، منابر المساجد ليست لي التشويش، منابر المساجد مسؤولية وأمانة، ينبغي أن تعزز من خلال منابر المساجد قيم التعايش والوسطية. في هذه الندوة الجميل أنها يعني كثير من الفرقاء متواجدين في مكان واحد، يسمع كل طرف وجهة النظر الآخر من خلال الحوار النقاش. مثل هذه الندوات تعزز مفهوم الوسطية بالمفهوم الحقيقي، تعزز مفهوم التعايش بطريقة عملية بحيث يلتقي الطرفين ربما حتى الذين بينهم صراع وبينهم خلاف عن قرب، ومناقشة في جو هادئ غير مشحون مثل ما يحصل في أماكن. وهذه هي أنا أشعر أن الجانب الإيجابي في هذه الندوة يأتي في هذه المحور بالذات، وهذا أقصد ما تحاول الورشة أن تصل إليه، وخاصة في مثل هذا الوضع الذي نعيشه الآن في اليمن. نفذت في تعز حملة لإعانة أشد المتضررين من حريق المركز التجاري في السوق المركزي وسط مدينة تعز. الحملة مولتها شركات تجارية واستهدفت أكثر من 100 متضرر. وكيل محافظة تعز محمد عبد الملك الهياجم قال إن السلطة المحلية تشكلت لجنة لحصر وتقييم الأضرار وأخرى لجمع التبرعات. وكان السوق الشعبي بالمركز التجاري بتعز قد تعرض قبل أسابيع لحريق هائل، وقدرت الخسائر الأولية حينها بأكثر من 200 مليون ريال. بدأت اليوم في عدن فعاليات اللقاءات المجتمعية للتخفيف من النزاعات ومناقشة المشاريع التنموية المتعثرة التي ينظمها ملتقى الأجيال للتنمية الشبابية. الفعالية التي يشارك فيها 140 مشاركا ومشاركة
تناقش أسباب تعثر المشاريع التنموية والخدمية في مديرية خور مكسر ووضع الحلول والمعالجات لها. احتفلت إدارة دار القرآن الكريم في مدينة دمت بالضالع بتخرج 50 حافظا وحافظة لكتاب الله. الأمين العام لمحافظة الضالع محمد غالب العتابي تطرق في كلمته إلى أهمية نشر مراكز لتحفيظ القرآن وحث على العمل بما في كتاب الله والتمسك بقيم الوسطية والاعتدال. الشيخ سعد حنتوس من جهته حث أبناء الضالع على تشجيع ورعاية دور القرآن والدفع بأبنائهم إلى تعلم وحفظ كتاب الله الكريم. نظم مكتب الثقافة بمحافظة إب صباحية شعرية للشاعر محمد حسين البعداني، وقدم البعداني مختارات شعرية من ديوانه سيرة مواطن، والذي لخص من خلاله معاناة المواطن اليمني وهمومه اليومية معيشيا وسياسيا. سوف يأتي بنا مركز للوداع يستغل الخطى والدموع الشرار، عالم لم يزل يستغل المتاع. والموضوع الثاني السياسة بين الشرق والغرب وأصول الاجتماع وحل المصطلحات. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نفذ مركز الخدمات الاجتماعية في الشراكة مع مجلس مساندة اللاجئين مسيرة صامتة تحت شعار احمي نفسك. المسيرة تهدف إلى لفت انتباه المواطنين لخطورة هذه الظاهرة التي تهدد السلم المجتمعي، ورفع المشاركون رسومات للتعبير عن أخطار المخدرات على المتعاطي والمجتمع. في الحيز التالي نتابع مجموعة سريعة من الأخبار. نظمت رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون بعدن أمس ورشة عمل حول الفيدرالية وأهميتها في حل الصراعات السياسية، وتهدف ورشة العمل إلى توعية الشباب بكيفية إسهام الشعوب في تأسيس دولة مدنية وقوية. اختتمت جمعية الحكمة اليمنية بمحافظة إب دورة تدريبية حول الوسطية والاعتدال. الدورة أقيمت تحت عنوان نحو فهم أعمق للوسطية والاعتدال، واستهدفت 570 داعية وخطيب من مختلف محافظات الجمهورية. غزت أسراب الجراد مديرية الحزب بمحافظة الجوف، ورصدت كاميرا سهيل جانبا من جيوش الجراد وهي تحلق في سماء المديرية وتقضي على الكثير من المزروعات، فيما لجأ المواطنون إلى إشعال النيران لطردها من مزارعهم. عقدت الدائرة المالية بالمكتب التنفيذي بالتجمع اليمني لإصلاح بدمار لقاءها الدوري من خلال رئيس الدائرة المالية زايد حمادي، الذي أشاد بكلمته بالجهود التي تبذلها الدائرة لإنجاح الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المكتب التنفيذي للإصلاح بدمار. دشن في المعهد الصناعي بالدريهم الدورة التدريبية الخاصة بالكهرباء وصيانة الهاتف والدراجات النارية. الدورة تستهدف 70 شابا ممن لم يكملوا تعليمهم الأساسي والثانوي من مديريتي السخنة وحيس. دشنت اليوم بمديرية المسيمير بلحج عملية توزيع المعونات الغذائية للأسر الفقيرة، وذلك ضمن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف أكثر من 1000 أسرة. المشروع يموله برنامج الأغذية العالمية وتنفذه جمعية الإصلاح. وزعت جمعية نور الخيرية بمحافظة إب 700 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، وذلك بتمويل من فاعل خير بدولة الكويت الشقيقة. منح اليوم طالب الدراسات العليا محمود أحمد اليمني درجة الماجستير من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة صنعاء. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التحكيم لرسالة الماجستير المقدمة من الطالب، والتي حملت عنوان العلاقة بين تعرض الشباب اليمني لمصادر المعلومات ومشاركتهم السياسية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، بقي أن نذكر بأبرز ما جاء فيها من أخبار.
منظمات المجتمع المدني بعمران تطالب بوقف ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية. موظفو وزارة النفط ينقلون فعاليتهم الاحتجاجية إلى أمام منزل رئيس الجمهورية. في الختام أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لما جاء في هذه النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت suhail.net، كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى أن نلقاكم في نشرة قادمة أترككم في أمان الله.